بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم يا شباب عن الاكسبوننشال فانكشن او الداله الاسيه. الفرق ما بين الداله الاسيه واي داله اخرى او الاكسبوننشال فانكشن واي اذر فانكشن ان اذا كان عندي الباور فاريبل بعتبرها اكسبوننشال فانكشن. يعني قلت لك اكس تو ذا باور اكس ات از ان اكسبوننشال فانكشن. لو قلت لك x to the power sine x it is an exponential function. لو قلت لك 3 power x it is an exponential function. في اي حاجه الباور بتاعها متغير او الباور بتاعها فاريبل هي exponential function. طيب انا بتكلم على نوع معين من الاكسبوننشال فانكشن او كيس معينه من الاكسبوننشال فانكشن الا وهي ايه؟ فاكرين يا اولاد لما قلت لكم عن فانكشن اسمها لين؟ لين دي كانت هي لوج للبيز اي. فانا بقول لك لين دي هي لوج للبيز اي دي. احنا الاكسبوننشال فانكشن اللي احنا بنقصدها هي اذا كان عندي اي لاي باور فاريبل دي اللي هنتعامل معاها. ودي ليها ميزه لطيفه جدا ان هي في الديفرنشيشن بتاعها بيبقى في منتهى السهوله وفي منتهى البساطه. طيب هل هناك علاقه بين الاكسبوننشال فانكشن واللوغاريتمك فانكشن او اللين عامه؟ قال لي اه. طب ايه هي العلاقه؟ قال العلاقه بالظبط زي الساين والانفرس ساين. العلاقه بالظبط زي السكوير روت والسكوير. طب ايه العلاقه بين الساين والانفرس ساين؟ عكس بعض، بيضيعوا تاثير بعض. احنا مش اتعلمنا ان الانفرس ساين ساين اي ثيتا الانسر بتساوي ثيتا، لان الاثنين بيضيعوا تاثير بعض، لان دي فانكشن ودي العكسيه بتاعتها. او اتعلمنا ان لو عندي سكوير روت او اكس هول سكويرد بتديني اكس، معناها دي الفانكشن والعكس بتاعها بالظبط. اللين والاي هي نفس القصه. يعني لو قلت لك بمنتهى البساطه من اساسيات العلاقه ما بين الاكسبوننشال فانكشن واللوغاريتمك فانكشن ان انا عندي لين اي باور يو تبقى يو، لان الاثنين بيضيعوا تاثير بعض. او اي تو ذا باور لين يو برضه تبقى يو، لان برضه الاثنين بيضيعوا تاثير بعض. وكده يبقى انا اتكلمت على الريليشن بتوين الاكسبوننشال واللوغاريتمك، ان الاثنين بيضيعوا تاثير بعض. والخصائص دي مهمه جدا عندنا يا اولاد في السمبليفيكيشن زي ما هنشوف قدام شويه. طيب لو انا حبيت ان انا اشوف الديريفاتيف او الديفرنشيشن او الاكسبوننشال فانكشن، تعالوا بصوا كده. اي بمنتهى البساطه دي باي دي اكس لاي تو ذا باور يو بتساوي ايه؟ قال لي بتساوي الفانكشن اتسلف في الديفرنشيشن بتاعها. بس يا باشا بمنتهى البساطه الديفرنشيشن اوف ذا اكسبوننشال فانكشن بيساوي الاكسبوننشال فانكشن اتسلف في الديفرنشيشن اوف ذا باور. طب ناخد اكزامبل. شوف لي اكزامبل 1 2 3. قال لي اكزامبل 1 فاين دي واي باي اكس او واي اتش، وعندي اي واي بتساوي اي باور اكس سكوير، بي واي بتساوي اي باور انفرس كوزاين اكس. سي واي بتساوي اي باور كوتان اكس، ونبتدي نشوف الديفرنشيشن بتاع الحاجات المختلفه او الفانكشنز المختلفه اللي عندي. ادي السولوشن. لما عندي واي بتساوي اي باور اكس سكوير يبقى واي داش هتساوي ايه؟ بمنتهى البساطه هحط الفانكشن از ات از
في الديفرنشيشن اوف باور في 2x. طبعا ما بسيبش الكلمه بالمنظر ده. احنا قلنا ان اي ماثيماتيكال فورمولا لازم تتركب بترتيب سليم. هحط 2x الاول لان انا دايما بحط الكونستنت في الاول، اذا كان في ساين بحطها قبلها، وبحط الفاريبل جنبيها، وبعد كده اي باور اكس سكوت. يبقى كده احنا عملنا ديفرنشيشن للجزئيه A. طب لو هتكلم على B، y بتساوي e to the power inverse cosine x، يبقى y داش هتساوي ايه؟ قال لي بمنتهى البساطه الفانكشن as it is e power inverse cosine x times the differentiation of the power which is minus 1 over the square root ل 1 minus x squared. ما هو ده الديفرنشيشن بتاع الانفرس كوزاين. ممكن نسيبها كده واقول له والله واي داش هتساوي ماينس اي باور انفرس كوزاين اكس اوفر الروت بتاع 1 ماينس اكس سكوارد. ده كده يبقى منظر الديفرنشيشن بتاعنا. طيب لو عايز اعمل الديفرنشيشن بتاع الاي تو ذا باور كوتان اكس، y بتساوي e to the power cotan x، يبقى y داش هتساوي e to the power cotan x as it is times the differentiation of the power which is minus cosecant squared x. خلص القصة. طب هل هسيبها بالمنظر ده؟ لا، نفس القصة. اقول y داش بتساوي minus e to the power cotan x في cosecant square x. وده كده يبقى الديفرنشيشن بتاع الاكسبوننشال فانكشن في الكيسز المختلفه. خدنا مره زي كده الباور بولونوميال، خدنا مره زي كده الباور انفرس تريك فانكشنز، خدنا اذا كان الباور تريك فانكشن. هنحاول نتعامل مع المسائل بتاعت الشيتس، هحل لكم كل مسائل الشيتس بالكامل. واخدين بالنا الجزء اللي هو بتاع الليكتشر اكزامبلز، انتوا حضراتكم هتعملوا الكلاس روم اكسرسايزز وهتعملوا الهوم ووركس، وان شاء الله باذن الله هيبقى في تواصل ما بيننا وما بين بعض على الواتساب. هيبقى في صفحه الفيسبوك بتاعتنا الواتساب جروب بتاع مات 1، وتقدروا بعد ما تحلوا البروبلمز ممكن يطلب منكم ان انتوا تعملوا الشيت ده مثلا على سبيل المثال، الهوم ورك ده او المسائل دي نعملها على شكل ريبورت. طيب تعالوا نبصوا على example 2. example 2 بقى هيبقى المسائل اللي موجوده عندنا في الكلاس روم اكسرسايزز نحاول نحلها سوا. هنبصوا سوا مع بعض على المسائل بتاعتنا الخاصة بشيت فايف أوت إكسبوننشال فانكشن. هنا بيقول لي فايند دي واي باي اكس نمبر 1، واي بتساوي اي تو ذا باور انفرس ساين اكس. ما تقدر تخلي واحدة شبهها b على طول، y بتساوي e power inverse 10 of sin x. ماشي. 3 y بتساوي cosine cubed of e to the power x squared. number 4 y هتساوي كوسك انفرس e to the power x minus x power 4 في e to the power كوزين x. number 5 y بتساوي عملت 4 minus 5 no problem inverse cosine 1 minus
دي باور ماينسز. هنتعامل مع مساله مساله كده بمنتهى البساطه. انا دلوقتي عارف ان الديريفاتيف او الديفرنشيشن اوف اكسبوننشال فانكشن بالاكسبوننشال فانكشن اتسلف تايمز الديفرنشيشن اوف ذا باور. طيب ابتدي بالسولوشن واي بتساوي e to the power of sine x. هنبص واحدة واحدة انا اتعامل مع المسألة دي ازاي. نبص كده شباب، عايز اجيب الواي داش، بحط الاكسبوننشال فانكشن as it is times the differentiation of the power. طبعا الانفرس ساين احنا عارفين بنعمل الديفرنشيشن ده فوق ونقسم على السكوير روت ال1 ماينس السكويرنج اوف ذا اندبندنت فاريبل، وخلصت القصه على كده. طيب ده هو الريزلت تو فيرست بروبلم. السكند بروبلم واي بتساوي اي تو ذا باور انفرس تان اوف ساين اكس، يعني الاندبندنت فاريبل بتاع الانفرس تان هو ساين اكس. نفس القصة ال y داش هحط ال exponential function زي ما هي، times the differentiation of the power. فاكرين يا ولاد يا شباب ال inverse tan ال differentiation بتاعه ازاي؟ بحط 1 plus ال independent variable square يبقى 1 plus sin square x، فوق بحط ال differentiation of the independent variable which is the cosine x. هل في مشكلة؟ يبقى إذا أنا في كل مرة بعمل الـ differentiation بتاع الـ exponential function بحط الـ exponential function itself times the differentiation of the function. تعال كده نبص مع بعض على الـ third problem. يقول لي y بتساوي cosine power 3 of e to the power x squared. يعني الانجل بتاعت الكوزاين هي اي باور اكس سكوير. طبعا احنا عارفين ان الباور لما بيتحط على اخر حرف في الترجمومتريك فانكشن معناه ان هو باور على براكت اكسبت باور ماينس 1، ده بيبقى الانفرس تريك فانكشن. فانا هي كانها كوزاين اي تو ذا باور اكس سكوير اول تو ذا باور 3،